and all, hopefully everything gonna plan. And, you want to take forever? Me and my team here, Wala, Lama, Dana, Amir, and of course you, Tony, we're gonna have them. It's a very good time with these actors. Well, it's for better exchanging between the culture for the between the Middle East and here in the United States. I believe that we did not yet reach this goal by boring and to have a mixed culture between East and West. الهدف من هلا الان حتى نقدر نعمل نشاط ثقافي حضاري بيجمع بين ثقافة الشرق والغرب. أنا صحفية بمثل مؤسسة تحرير هون في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعاً هي اتحاد صحفيين العرب الأمريكان. نحن كشباب حبينا إنه نستضيف فنانين سوريين، بلشنا هالموضوع last year باستضافة فنان سوري هو نزار أبو الحجر، كانت الاستضافة رائعة جداً. طبعا هالمرة عم نستضيف ايضا فنانين على مستوى عربي يعني معروفين على مستوى الوطن العربي وايضا هون بالمهجر بأكا معروفين على مستوى العالم بكل طبعا هدول الفنانين اللي الاستاذ وفيق زعيم الاستاذ مصطفى الخاني والاستاذ محمد الشمان حيشاركونا وحبوا يشاركونا التكريم والامسيات اللي حنعمل لهم not just for Michigan مو بس في ميشيغان ولكن around the United States. اول خطوه حتكون هون بميشيغان second step حتكون ان شاء الله الخطوه الثانيه حتكون بواشنطن بعدين نيويورك بعدين لوس انجلوس حيلتقوا بالجاليه العربيه الامريكيه ويعبروا عن نفسهم عنهم لانه اي بليف انه ابلغ تواصل حضاري هو هو طبعا رساله الفن اللي بتقدر تعبر اي قاره لانه الفن رساله ورساله جميله تجمع الشعوب. اسفين نحن نسيان فيش انت ما ملاقيها ميت مرة ذكرتك وأنا بالطيارة وقلت إذا بدي إلا بدها تشمت فيني بدها تشمت فيني وقلت لي خرجك الله لا يقيم بس معلش على كل حال اعملوا بصلكم هون بأمريكا وأنا بعمل بدخن بالشام وبيجي عنا وين ما بتروح. Hopefully you're gonna enjoy the whole trip with us. So Mr. Khani, what do you think? What's the first impression about the atmosphere here? I think it's good and we meet a good person like you. ما بيشبه البرد اللي عندنا. I'm very very cold outside, so we made something, but I think it's not enough. I don't know. I like very much the snow and the really? Yeah. You can enjoy it tomorrow. Yeah. It's gonna be 2 feet. Yeah. You're gonna like it. It's for you. هلا لا يحطك موت شمتان فيه مبسوط فيه. اوكي where you gonna I would like to ask استاذ ابو حاتم شو الانطباع الاول اللي اخذته عن امريكا؟ لسه ما اخذت شيء بس عم فكر شو بدي بس شو انطباع هذا ولا انطباع ليش انا شايف تسعة هو زعلان وكل متذكر استاذ وفيق الشنطة هلا. He's always remembered the first impression he lost his bag. And it's cold. And it's cold. It's a very cold weather. So it's not so good. Not good start. ايش بتقول له؟ بتقول له تشم وتنشر على الخلق. على رقبتي على حلبي. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it.
بلش الاسمبلي لاين انه بيحطوا السياره بعدين بتضل بتمشي على هذا شو بيسموه امير like the assembly line like they walk through المصنع انه المصنع المصنع هو اللي عامل المصنع يعني بس دي كان قبل السلا برخيص كمان سابقا كانت تصنع وحده وحده ايوه بس هو اول ما جاب فكره معمل انه يتساوى كذا قطعه انه السياره 10 قطع شاسي 10 قطع دوليه بموتورات وتمشي سريع. على سايد معمل انه السياره تيجي للعامل مش العامل مش العامل يمشي للسياره السياره بتمرق العامل عشان هو هلا هلا ما رخصي هلا يجي يشوف شو عم يصير فينا. It's like the cars now aren't cheap because you should see what's happening with us right now. Nobody can afford the cars now. من برا مبينين؟ إيه ما 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 في يعني ما مهتمين بالجمال. We don't care about beauty here. ما بي ما بيعتون بالجمال على ما يبدو أهل المدينة. يعني ما شفت حديقة جميلة ولو شتى. Yeah. مو مصممة تصميم جميل. أبدا. يعني لما شارلي شابلين سوى فيلمه وحول الإنسان لآلة كيف يشتغل فعلا كان نظرة صحيحة يعني هو نظرة لأمريكا عبر عن ردة فعله تجاه الصناعة بأمريكا أن حولت الإنسان لآلة ما في فرح ما في حب تحسي فلور الإنسان ما عم يتفتح. Yeah, we went to Fairlink and they were jumping up and down when they saw us. Like, يعني أنا بحس إنه حتى الأوروبيين أو الأمريكان إذا بيعرفوا ترجموا للحارة بحبوه كتير بحسوا إنه هذا العالم عالم باب الحارة للناس كيف كانوا عايشين بحسوا إنه الناس حقيقيين حقيقيين يعني مو الحضارة صنعتهم هم اللي صنعوا الحضارة باب الحارة عم يأكد على الإنسان المهم العلاقات الإنسانية العلاقات الإنسانية كل العالم عم تبلش تتفتت تتمزق تروح عم تصفى الآلة أهم من البني آدم الغداء تفضلوا على كل أخ يا ريت يعني سنة يعيش الواحد هون أحسن من 50 سنة بغير مكان حس بسعادة كتاب ميوزك طبيعة سعادة معمل إنتاج إبداع شو بده أحلى من هيك شو بدك تكون شو بدك تكون تعود وتنسى الدنيا 15 سعادة الشمس شلون بتطلع وبتغيب النهيج He only was here a year, he married and moved out, and Mrs. Ford developed the room as her study. حكي ملك مو طبيعي لا مو طبيعي هذا الحكي يعني they love that view. Yeah, this would be really nice in the fall. So you read a book. مو طبيعي مو طبيعي حسك حالك بعصر أباطرة هي الطلالات هي الحدائق في رقي بعدين بيزي الموضوع بيعجبك في ثقافة معنى يعني معه مهر عن غباء مثلا في ثقافة حول المال والغنى والثقافة ساوى شيء حدث عظيم بالعالم لمليار سنة الحضارة عم تنهل منه وتستفيد He was a farmer. He grew up just 2 miles from here on Ford Road in Greenfield. كان مزارع ما كان عنده ولا شيء. معناته فكرة السيارات هي اللي صارت أصل السبب الغنى. The favorite room was our next. ما كان عنده تمثيل شايف شو مكتوب فوق مبدع الحارة الشامية ايوه او اهم رجل بيشتغل بيئة شامية
انت جميل. Oh, thank you. All right, let's go. Water and all the other support services they needed. So we're going to step over to the house. Can you make a Titan? Probably about four ethylene showers. With carts and buggies to enjoy in summer and winter months. Small things. One of the largest in the world. Really? You see more film than what Hollywood was. I model it. Wait. In the center, you can see there is an X motor. That model is an example of Mr. Ford was designing. Should have contained an independent Ford company. Who are Henry Ford? I'm should have been able to contain my model. What's the show? تحب ناخذ هاي؟ رخيصة هيك $490 أخذ لك إياها. قد إيه؟ $490 اشتري عليه. إيه. No, I did not want to use it. Sold. We want to look at 400. That's a good price, yeah. I want two, please. Yeah, very good. We have a lot of people buying cars at that price today. Yeah, I do. For Christmas, how much was it? Sold. It's just $480. I will take maybe 2 hours. Yeah, I don't do. We will see. That's how he was working for his son. So the name Ford sends where. And Thomas Edison helped with the design of this portion of the public house. Oh wow! Yeah. All day long. At one time, the library contained 4,000 books in the collection. Behind. No, I can't. The mantelpiece is Mr. Ford's reference to making good use of Reed's chop here on Woodward. Hey, كتير. بلعب بولينج أنا حلو. هلا منروح على البولينج بعدين. نلعب. بس مالي متخيل أنا إنه ممكن يكون في بولينج بهذيك العام. يعني من أكثر من 100 سنة حوالي 100 سنة 90 سنة كان في بولينج. شيء حلو جدا. حلو. But there are other ceilings that have those designs. مرعبة. حجر حقيقي محفور بدقة مرعبة. يعني هذا الحجر هلا عم يساووا منه على جبصين وما عم يزبط معه. شوف الخشونة، شوف الدقة. Mr. Ford sometimes down the hallway. For an empress of Japan that visited the Fords from that side, and the prince who went to the library. Mm-hmm. The room is considered to be the room they used at Christmas. Yeah, yeah. قصور كتير. شفت قصور بكتير بلاد أوروبية وعربية كانوا عايشين فيها ناس. أنا عم بتفرج كنت عم أقول الله يرحمه. ليش؟ أنا ما ترك شيء، ما خدم شيء. عرفتي كيف يعني؟ كان متنعم وما بيستاهل. هذا بيتنعم متنعم وبيستاهل، عمل شيء للحضارة. كان يقرأ. شو أنيق، شو حلو، شي رائع، شي ذكي. استغلوا مساوي خزاين هون، مساوي هون القعدة، يعني هجوم. هون كان يحط الكمبيوتر تبعه. لابتوب. لابتوب. يبعث ايميلات. يا اكزاكتلي. The room today. Small bedroom.
Although the room was one. Under here, under here. Yeah, but the carpeting is today. Why they closed it? Because it was closed as a house, and they developed this room as an archival storage with two stories. And the grandchildren. Only one grandchild still lives today. It was redesigned for the granddaughter. Okay. Inches of grandchildren. Replace the wood shampoo that you did earlier. هي كبيرة بالعمر. مو هي. عاد عاملين سيارات والله عاملين اذا تشوفوه كثير يعني هيك ما بنقدر نفوت لجوا شفتي السيارتين اللي عاملينه؟ ايه شو الموضوع؟ شارع بنروح نلعبها هذا الجسر بشوفه من عندي من الاوتيل ايه بس فعلا ما بيروحوا الناس السباحة؟ ايه لا ممنوعة نوب تيجي بصير مسابقات شوف الايس اللي عليه مدش في برد يا الهي شو مكسر الجليد هذاك الكاسينو اعطوه هذا الكاسينو كبير عندهم والاوتيل قدامه وهيك و كندا ميتة اكثر من هون كثير مملة نعم سيك شوية ما في الا بصورك انا صورني يا وين شغالي 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 بس اعملوا بالي ايوه غير هذا التصوير التلفزيوني سوي لك مشهد تلفزيوني سنة تمثيلية شوف على الجو احلى يا الله تعرف شو هاي؟ اه محل جو لويس تبع الملاكمة هون اللي ايه سيدي سباحة بمعيتك لهنيك يلا شو حياتك وحياتك وحياة الشباب فرد شكي ما بطلع ايه تحت هدول الجليد يا الله شو حلو تركب فيه الايس كريم بالبوض بالبرد طيب ايس كريم از كولد ايه يس لا 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 لأن الآيس كريم درجة أحمر وعلى أصفر هيك قرنا أحسن تمام بيرفكت يلا تعوا انتوا اثنين واحد واحد يلا 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 بيرفكت حبيبي
تكون معنا فهي بعثت لنا كل الحب وكل التحيه. فحبينا ايضا كان معنا متواجد بالولايات المتحده الامريكيه الاستاذ محمد الشمار، فهو حب يكون معنا ويتواصل معنا. هيدي الفكره، هذا الهدف، هيدي الغايه. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا وشرفتونا، وفعلا نحن مو بس فرحانين بوجودكم، فرحانين انه عم تشوفوا الجاليه العربيه والامريكيه على طبيعتها، بسلبياتها بايجابياتها، بكل انطباعكم عنا. ان شاء الله تنقلوا للشر وتحكوا مثل ما احنا حبينا، هالتواصل الحلو يكون بيننا وبينكم. انا زعيم فيكم وفيكم، لانه كل واحد فيهم زعيم. ولكن مثل ما قال ابو حاتم لما سالوا الجنرال الفرنسي، قال له مين الراس الكبير فيكم؟ قال له كلنا كبار، واي واحد فينا راس، واي واحد فينا بيحكي عن الكلمه. فنبتدي اولا صراحه الكلمات احيانا البروتوكوليه تبقى عاجزه، لانه تظلم القلب، تظلم الاحاسيس. انا اول شيء مرحبا بسعد اوقاتكم، وانا سعيد اكيد اني اكون معكم. شكرا كثير كبير لسعيد على التنظيم الظريف اللي قدم. انا خريج معهد علمي الفنون المسرحيه بدمشق عام 2001، تابعت دراستي بالجامعه الامريكيه بيروت وبفرنسا من خلال عدد من ورشات العمل. رجعت على سوريا عم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحيه من عام 2006. كان في لي اكثر من تجارب سواء مسرحيه او سينمائيه بسوريا او بفرنسا، يمكن اهمها اللي هي مع المخرجه العالميه اريان منوشكين، هي مخرجه حائزه على الاوسكار ومخرجه مديره تياترو سوري مسرح الشمس بباريس. هذا كان قبل عام 2006 عودتي لسوريا. عندي العديد بعض من المشاركات المسرحية أو السينمائية أو التلفزيونية، كان آخر مسلسل باب الحارة. كثير نريد نقرأ عن تأثير المسلسل التركي حاليا على الدراما، الدراما العربية بصورة عامة وخصوصا الدراما السورية، فما أعرف شنو رأي حضرتكم في الشيء هذا اللي بيصير. هل هناك تأثير؟ بس أنا في اعتقادي أنه هذا التأثير كان بس في السنة الأولى لظهور المسلسل التركي، في السنة الثانية أو الثالثة قل هذا ونزل هواية، فما أعرف شو تعليقكم. مثابة مهووس خطر يجب أن يدق. أنا ضد أي دبلاج لأي دراما في العالم بلهجة أصحاب البلد بدقة. أنا ضد هذا الكلام قطعاً، ولو بإيدي لأصدر قانون لذلك، لسبب لهجة، مو ضد الترجمة أو الدبلجة باللهجة باللغة العامية باللغة الفصحى، لا. ليش؟ لأنه يا سيدي اللهجة العامية تعني الخصوصية، تعني الخصوصية المغرقة. عندما يترجم أو يدبر عمل من خارج البلد إلى دولة أخرى باللغة الرسمية أو في السبتايتل الشريط، هذا يعني أنك تطلع على ثقافة هذا البلد وعلى دراما وعلى معطياته وعلى ما يريد أن يقول، فأنت باللا شعور تماما من دواخلك تضع حاجز أمني بينك وبين ما تقرأ على السبتايتل أو ما تسمع عندما يكون الترجمة الدبلجة باللغة الفصحى. تشعر أن هذه معلومة، هذا فكر ينقل لك لكي تستفيد من هذا العمل أو هذه الدراما. الفن يعني هي عملية، هي
بشكل أو بآخر سنتأثر بالآخرين إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ولكن أن لا يكون هناك نقل للآخرين أو أن نبقى محافظين على خصوصيتنا. يعني أنا من مهم لي كفنان، أنا كممثل ما أقدم هو نتيجة عملية تراكمية مما قرأت وسمعت وشاهدت وثقافتي المباشرة أو الغير المباشرة، أعيد تقديمه من خلال أدواتي أنا كممثل أو من خلال أدواتنا كدراما أو من خلال الأدوات الفنية التي تقدم فيها. يجب أن نطلع على الآخرين ويجب أن نعرف الآخرين بشكل جيد جدا وبشكل عميق أيضا، ولكن يجب أيضا أن نحافظ على خصوصيتنا. مثلا باب الحارة، نحن استطعنا الوصول إلى العالمية من خلال هذا العمل، هو حسب أهم الصحف الأمريكية تصنيفه من ضمن أكثر 10 مسلسلات متابعة في العالم، تاسع بالضبط. فنحن استطعنا الوصول إلى العالم من خلال عمل مغرق في محليتنا، مغرق في عربيتنا، مغرق في بيئته السورية أو الشامية. فكلما استطعنا أن نغوص في دواخلنا أكثر وأن نعرف أنفسنا أكثر، كلما استطعنا أن نصل إلى الآخرين بشكل أكبر. ولكن هذا لا يعني ألا نطلع بشكل جيد على ثقافة الآخرين. من حوالي شهرين أنا كنت في يوشتين مستقبل مؤتمر شعبي، الشيء هذا أنا يعني دمعت عيوني، إن ست عربية فرحانة فينا نحن بيناتنا معهم، يعني محتفلين فرحانة فينا إنه يجينا لعندهم، وإن هي عندها ولدين من 4 سنين عم يتابعوا باب الحارة، وإن ما بيعرفوا يحفوا عربي، تعلموا اللغة العربية من خلال باب الحارة، بلهجة باب الحارة. يعني انا يعني كثير انا زعلت على حالي انه ليش منيح، بدنا اكثر من هيك. يعني لو يطلع بايدنا نعمل اكثر من مسلسل مثل باب الحارة يستفيدوا، يعني اولادها عم تقول لك صاروا يحكوا عربي 4 سنين كل يوم عم يحطوا لها الحلقات مشان يرجعوا يتذكروا اللهجه الكلام اللي عم نحكيه. طاير عقله فرحانه فينا انه نحن صرنا بيناتنا تعليق، ما يعني عم نستفيد نحن من الغرب؟ شو عم نستفيد؟ عم نستفيد بالعكس، ثقافتنا مليانة ثقافة من جوا نحن بنصدر ثقافة. في ناس أخين مو طبيعيين يا أخي. أنا معك. إيه. بعد أنتم تدرس طب يعني. أنا بدي. هذا الموقف. هذا بعيد هواية. بيصير كثير معنا مشاكل بالتصوير، بيصير اشكاليات، بيصير زعل كمان، يعني ضمن الشغل يعني انت خلص متى ما شلحنا الثياب راح الشغل وخلاص، بيصير شغله ثانيه، بيصير شخصيه اخرى، لابد منه التنشن الشغل، لابد منه لانه بنبقى على اعصابنا كاميرات ولبس والى اخره. بيصير معنا كثير احيانا مفارقات، بيصير معنا difficult it is. I was born in the United States. I was only kicked out 3 times, but that's okay. I'm Arab. Nobody believes it, except when I go through security at the airport. You knew you were in an Arab neighborhood in the 60s when every grapevine was stripped of every Greek grape leaf in the middle of the summer. Thank you.
الأيام الصعبة وبالمحبة اللي مش راحنا والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا ورد وبحر ونارنجي أحلى الأسامي زينة الحياة مساكم جميعا. واحد يقول للثاني انا الحقيقه سعيد جدا لاول مره بشوف تجمع اسروي بالجاليه العربيه بامريكا امبارح واليوم، ان شاء الله ربي يديم هالمحبه مع بعض مع بعض لانه كنا هلا كنا شوي الله يديم المحبة مع بعضنا البعض
ونضل دائما مع بعضنا ايد واحدة ورافعين رايه امتنا العربيه. بدي لكم هلا اخر كلمه الي، يا ريان احمر يا ريان. 100 اهلي شكرا. تدوقوا معي مشان نتذكر ماضينا وهلا نلحق حال حاضرنا. وكلكم ما بدنا صفني بدنا زقفي بدنا نسلى مع بعضنا، سهرتنا حلوه. يلا فطوم فطوم فطومي خبيني ببيت الموني بكره. ايوه فطوم فطومي خبيني ببيت الموني بكره لما بيجي البرد مالي خيري كان اوشكو حبيت بنص نصيب قلبه رزان راسه من ذك الفستان معرفان وحبيت بنص نصيب قلبه رزان راسه من ذك الفستان معرفان افتحي قلبي وخلي منه شي نار ومهما بتدي فافي بدي من around, showed them where around in Michigan, and also they had, you know, seen the Arabic community here in Dearborn. We showed them how there's the Arabic community. We all live with each other from different, you know, countries in Arabic countries, but here all we're all one as one Arabic family. الشباب الممثلين الثلاثة رائعين جدا. الوقت كان معهم ممتع. We spent a lot of time touring. So قضينا وقت كتير عم نلف ومنشوف you know, المنطقة هون عنا South East Michigan. They really like it. They're down to earth people. They're really funny. أنا شخصية أنا فلسطينية. So باب الحارة كان مسلسل عربي كان يجسد كيف كان التراث السوري القديم. So إحنا حبينا إنه كيف بنرجع للماضي مش عم نتقدم للحاضر. هذا الشو كثير نايس انه احنا حبينا نيجي هنا عشان نمثل وطننا، انه احنا عايشين بامريكا سو الوضع مش دائما في عرب، سو بدنا نيجي هون عشان نشوف يعني انه عرب نحس انه احنا في البلاد مش بفلسطين وانه مش بامريكا او هيك. رح يتعلموا انه كيف كان الكلتشر زمان، كيف كان التراث، يعني ايش كان الناس يركزوا ما يركزوا على الاشياء اللي عم بيركزوا عليها في الوقت الحاضر هنا، كيف العادات التقاليد اللبس كله كان يعني شيء رائع يعني بالنسبة لنا إنه غريب ما شفنا هذا الإشي خصوصا الجيل اللي إحنا فيه هلا الجيل المراهقين حبوا هذا الإشي لأنه هالإشي إحنا ما شفناهوش بأيامنا هذه سو حبيناه كثير وفيلم رائع صراحة. أنا أولا برحب بأبطال حارة أبو عواد الإخوة والأخوات الممثلين الذين أتوا من سوريا العربية الشقيقة. نحن يعني بحاجة إلى مثل هذا الفن، إلى مثل هذا الثقافة، وكما قال ويليام شكسبير the world is a stage and the stage is the world، العالم هو المسرح والمسرح هو العالم، وباب الحارة بجلبوا الثقافة العربية السورية خاصة مسلسل باب الحارة الذي اشتهر بأجزائه الأربعة
وطبعا هؤلاء الممثلين والممثلات هم جسر بين الشرق والغرب، لأن الثقافة هي كلام الجميع، كما قال جبران خليل جبران: أعطني الناية وغني فالغناء سر الوجود. فالغناء والتمثيل هو يعبر عن حياة الإنسان الاجتماعية الثقافية والسياسية، ونحن سعداء يعني نشكر الأخت الإعلامية الزميلة ليلى الحسيني إنها قامت بهذا العمل الجبار. احنا نعطيها يعني الله يعطيك العافية. باعتبار الفن رسالة، فعلى الفنان أن يتمم هذه الرسالة بالتواصل مع الناس. ما بيكفي أنه العمل الدرامي يصل للناس عبر الشاشة، الممثل لازم يعمل هذا الكونتاكت بينه وبين الناس، بيعمل هذا التواصل. فنحن لما حسينا أنه مسلسلنا أو الدراما العربية السورية وصلت للناس، وصلت بشكل جيد وجميل، حسينا من واجبنا أن نروح نحن أولاً نجي نشكر هدول الناس يلي أعجبوا بهاي الدراما، ونشكر إعجابهم ونشكر تواصلهم معنا شكر كبير، ونقول لهم أنه نحن مدينين لهم لتواصلهم معنا، ونوعدهم أنه إن شاء الله منقدم دراما أفضل وأفضل وأفضل. يعني في هنا العديد من الأسباب اللي جعلتنا نقبل الدعوة لنكون هون. أول شيء هي جهة تكريم، جهة محترمة، جهة نحن سعيدين أن نكون بيناتهم هون حالياً. الجالية العربية بأمريكا جالية فعلاً على مستوى بيرفع الرأس مثل ما بيقولوا، يعني نحن سعيدين أن نكون هون. فبالتالي الطبيعي أنه نكون ما بين هيك أناس فعلاً راقيين، فعلاً مستوى العرب الموجودين في أمريكا من أطباء ومهندسين وأصحاب رجال أعمال هم يعني يشرفون الجالية العربية، ونتمنى يكون أيضاً هناك تنظيم أكثر لهذه الجالية بحيث أن تكون متوحدة أكثر، بمعنى أن تكون قوة فعالة أكثر في المجتمع الأمريكي باليونايتد ستيت. جهود كبيرة مبذولة من قبلهم. مبارح التكريم صار، أنا حاليا عندي جولة بأكثر من ولاية أمريكية، رح يكون سيكون هناك تكريم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. يعني في شيء بنقول لهم فعلا شكرا، فعلا كنا متصورين أنه بذلنا جهود كبيرة أثناء تصوير العمل وأثناء البحث وأثناء تقديمنا للشخصيات التي نعمل عليها، ولكن وقت بيشوف الوحدة المحبة الأكبر نعرف أنه شو ما بذلنا هو أقل مما تستحق هذه المحبة الكبيرة وهذا الجمهور الرائع. طبعاً الإنسان خاصة الفنان الممثل الدرامي هو مجموعة تراكمات ثقافية وعلاقات ودراسات ولقاءات. فأنا بالنسبة لي زيارتي لأمريكا فعلا ستكون نقطة جميلة في حياتي، ونقطة مهمة ستضيف إلى كل ثقافتي ثقافة، وكل معرفتي معرفة جميلة وجديدة جدا. أنا شعرت أنه بعد هالزيارة ولقاء هدول الناس الرائعين شعرت أنه علي مسؤولية أكبر، لازم قدم أكتر، لازم اهتم أكتر، لأنه في ناس بعيدين عن عيوني متواصلين معنا وواجبي تجاههم كبير جدا، فلازم أنا عيد النظر بكتير أمور وساوي عندي باور طاقة أكتر وقدم أحلى. قلب محب
كرسي